بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب شفي المغربية، لكم مني السلام. تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وأنتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته. اليوم معنا واحد الوصفة خطيرة خطيرة جدا إن شاء الله بحول الله وقوته، رزيمة ديال المحبة، رزيمة ديال القبول، رزيمة ديال السمع والطاعة، رزيمة ديال القوة، تكون عندك قوة وتكوني ان شاء الله كالبدر، ان شاء الله تكوني فيما مشيتي تحلوا عليك كاع البيبان، ان شاء الله بحول الله وقوته عندك طاقه ايجابيه، غادي ان شاء الله بحول الله وقوته غادي نفتحوا بزاف البيبان بهذا الرزيمه، لاننا مؤمنين بالله هو اللي عنده كل شيء، القدر بيد الله والزهر بيد الله وكل شيء بيد الله، ولكن كاين تعسير، كاين تعسير، هذاك التعسير داروه لك كيما نقولوا حنايا الناس اللي ما تيخافوش الله، اما حسد قوي، حسد القوي يوقف الحال، الحسد القوي يوقف الحال، العين الحاقدة توقف الحال. الناس اللي عندهم طاقة سلبية في الجسد ديالهم ما تيبغيوش الخير الناس، إذا هذوك الناس اللي تيكونوا شياطين الإنس تيكون عندهم واحد طاقة خيبة تأذيو الناس بها، ولكن كل شيء تيرجع عليهم وكل شيء تيأذيهم هما قبل ما يأذيو الناس. إذا الناس اللي عندهم توقيف الحال في كل الأمور، أي باب دخلوا ليه تلقاو صدود، تلقاو مشاكل في كل الأبواب، بحال الزوج مشى يقلب على عمل تلقى صدود، ما تلقاش واحد الرحب في العمل، تيكون عنده تعسير، تيكون عنده تعسير إما من القرين وإما من الحسد وإما من العين وإما من طاقة سلبية من الحسد أو السحر المرشوش، تهو تيصيب الإنسان بتوقيف الحال. إذا هذا الرزيمة ما تحقروهاش لأن فيها واحد طاقة، فيها طاقة خطيرة جدا اللي غادي نحطو، غادي نوريكم كيفاش ديروا لها رزيمة السعد المليح، رزيمة غادي تعطيكم واحد طاقة إيجابية، غادي تكونوا إيجابيين بحول الله وقوته. إذا حبة العشق باش تكوني مقبولة ويكون عندك الزهر والميمون، غادي تديريها وانت عندك يقين بأن الله سبحانه وتعالى عنده هو كل شيء، ولكن تتحطي غير أسباب و طاقة من القرآن الكريم. إذا حدنا حب العشق، البنات اللي باغين، الناس اللي باغين ينجحوا في حياتهم ضروري يحطوا الأسباب، ولكن الصلاة والاستقامة والقرآن الكريم هو اللي سبحان الله العظيم عنده طاقة قوية، تحطي غير أسباب والأسباب بيد الله. إذا الثقة في الله والقبول في يد الله، ولكن تحطي غير أسباب، أسباب كاين بعض الأحيان تيكون السبب بسيط ولكن تيحل لك بزاف البيبان، تتكون عندك واحد طاقة النحس وهذاك الحرف من الحروف اللي كاين في هذيك العشبة حلك باب الخير، ما غاديش يحل لك باب الشر ولكن غادي يحل عليك غير باب الخير. إذا غادي ناخذوا منديل أبيض ورقي، غادي ناخذوا خيط اخضر او ذهبي، او ذهبي غادي ناخذوا اما خيط اخضر واما غادي ناخذوا حب العشق. شحال خاصني ناخذ من حب العشق؟ 16 حبه او ناخذ 7 حبات، ثم في الاختيار. اذا غادي ناخذوا 7 حبات او 15 حبه او 11 حبه او 9 حبات. اذا غادي ناخذ انا 11 حبه، غادي ناخذ 11 حبه لانها الرقم مميز، الرقم 11. اذا غادي ناخذ 11 حبه على النيه ديال جلب القبول، جلب الطاقه ديال القبول ديالي. غادي ترشي المنديل بالريحه، ترشي 3 رشات المنديل. اذا غادي نرشو المنديل لان غادي نحاولوا نديروا المنديل صغير جدا لان حبه العشق صغيره جدا، وغادي ان شاء الله نحاول انني نحطهم هكا. كاين الناس باش مي هذاك القبول يحاولوا انهم يديروا بابي الومنيوم عاد يحطوها في منديل ابيض او يحطوها في منديل ورقي. اذا حطينا 11 حبه هنايا، 11 حبه على نيه القبول، بغيت القبول ديالي وبغيت يكون عندي الزهر والميمون، بغيت يكون عندي الزهر والميمون، غادي ان شاء الله ناخذ هاد الطاقه، طاقه
زوينة اللي غادي تحل ليا بزاف البيبان، راجل ولا امرأة ولا ولد باغي يدوز اي امتحان، غادي ان شاء الله نحاول نرش هذا المنديل بالريحة، تكون عود او تكون اي حاجة عندك فيها ريحة طيبة، وغادي ان شاء الله نقربها في الدية وغادي نقرا عليها هذه القراءة. اول حاجة ما تديروهاش يوم الاربعاء، ما تديروهاش يوم السبت، اختاروا هذه الايام، اثنين ثلاث خميس الجمعة الاحد. اذا هذو هما الاوقات. امتى غادي نديرها؟ غادي نديرها في الليل، من نمشي نروح الى الغرفة ديالي بيني وبين نفسي، شريت هاد حب العشق او تكون عندك في المنزل وغادي نخدم بها. الا كانت عندي قليلة غندير 7، كانت عندي كثيرة غادي ندير 11 او 15 حبة، لان الطاقة ديالها زوينة، ولو تكتري ديري حتى 100 وحدة هي طاقتها ايجابية. الا رفعتيها معاك غير حبة الزهر او حبة العشق، لانها طاقتها رائعة باذن الله الواحد القهار. اذا غادي نقرب هذاك المنديل الى اليد ديالي بحال هكا، وشنو خاصني نقرا عليها؟ غادي نقرا عليها هذه القراءة من حروف النورانية، حروف 5 حروف نورانية، لانها طاقة ايجابية ان شاء الله، غادي تعطيكم طاقة الرحمة، طاقة القبول، طاقة. ولكن حاولوا انكم اي حاجة حصلت معكم زوينة ما تعودوهاش، لان غادي يحصل معكم ان شاء الله، غادي يحصل معكم بزاف الحوايج زوينين في حياتكم، ويتحيد النحس ويحيد كاع الطاقة اللي عندكم طاقة سلبية. اذا غادي نقربها الى الفم ديالي بعد ما بقيت بيني وبين نفسي في هذيك الغرفة ديالي اللي تنام فيها. غادي نكون على وضوء ونكون باغي نصلي واحد 2 ركعات ان شاء الله باستغفار وبالصلاة على الحبيب، وغادي نرفع هاد الكسيتينا او منديل ورقي بعد ما نحط بابي الومنيوم باش نحصنها. تيلا دخلت بها للمراحيض او كنت في مكان وكان الصاك معايا، واخا ندخلو معايا غادي يكون محصن بابي الومنيوم، ديرو شوية قطعة صغيرة وغادي تحصنوه بإذن الله الواحد القهار. وغادي غادي تقراو كاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد 111 مرة، 111 مرة، كاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد. إذن غادي بحول الله وقوته، كاف ها يا عين صاد، غادي تقراوها 111 مرة. سبحان الله، اللي داوم عليها في الصلاة غادي يشوف العجائب والغرائب. كنتي باغا الحاجة ديالك تهزي معك التصريرة، ولكن الدوم عليها مدة أسبوع في الصباح، صلاة الصبح 100، تاخدي السبحة، تاخدي السبحة وتخرجي 111 مرة على النية اللي بغيتي، مال، زواج، جلب حبيب، أي حاجة غادي تعطيك إشارات قوية جدا. ولكن في هاد الشروط خاصك الكتمان فقط، الكتمان في أمرك فقط، أي حاجة وقعت لك غادي تكتميها، لأنك محتاجة الكتمان باش يكمل عليك الله. إذا حاولوا أنكم ديروها على النية ديال الكتمان، وغادي تشوفوا أسرار من أسرار كاف ها يا عين صاد. سبحان الله، لها طاقة إيجابية، تعطيك القوة، تعطيك القبول، تعطيك النصرة، تعطيك السمع والطاعة، تعطيك سبحان الله، غيكون عندك قبول لا مثيل له. سبحان الله، غادي يكون عندك قبول لا يعلم أسرار كاف ها يا عين صاد، لا يعلمها إلا الخالق هو اللي عالم الطاقة النورانية ديالها. الكلمات المتقاطعة أو الكلمات الحروف النورانية لا يعلم نورها إلا الخالق. إذا داوموا عليها مدة أسبوع، بعد ما تهزوها السريرة غادي ديروا لها إن شاء الله خيط أخضر، بعد ما رشيتوها بالريحة غادي ديروا لها واحد، أنا غادي حيت غادي نديرها في ساكي، غادي نديرها إن شاء الله ندير لها خيط ذهبي باش أنها تكون
متميزة جدا. إذا صريرة القبول، صريرة ديال الهمة والشان، صريرة اللي غادي تعطيك إن شاء الله بحول الله وقوته حب العشق مع الريحة، غادي تعطيك صريرة الهمة والشان لأن فيها طاقة نورانية وأسرار كافها يا عين صاد. غادي مع الصبح تقولوها 111 مرة، ومن مورا العشاء تقولوها 111 مرة، وغادي تشوفوا الطاقة النورانية. تحطوها في المحفظة ديالكم على النية القبول، ولكن حاولوا أنكم تحتفظوا عليها في الحقيبة ديالكم في مكان ما تبان لتا شي حد، ونكتم أسراري. هذا هو الطلب في هذه الصريرة، خاصك تحافظي عليها، وخاصك ديري لها منديل مع بابي ألمنيوم، ديري لها بابي ألمنيوم لأنها فيها قراءة خطيرة جدا، وقراءة اللي غادي تعطيكم طاقة إيجابية بحول الله. تنتهي أي عقدة في الجسد ديالك، غادي تكون إن شاء الله تلاشى مع هذه القراءة ديال الحروف النورانية وأسرار من أسرار كافها يا عين صاد. إذا أحبابي تنتمنى لكم حظ سعيد، تنتمنى لكم ما تنسوناش بلي لايك والصلاة على الحبيب في التعليقات. تسرني الدعوات ديالكم، تسرني تعطيني طاقة إيجابية الدعاء ديالكم، وتنفرح ما تنشوف التعليقات، وتنتمنى أنكم تزيدوا تدعمونا وتزيدوا بينا القدام. الله يجازيكم بخير، ما تنسوش لي لايك والدعم ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.